يقول بالنسبة لصفة الوضوء والصلاة، يا أختي الفاضلة والله هذه يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن بي 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 يعني بسرعة. بالنسبة للوضوء يا أختي الفاضلة، تغسلين الكفين ثلاثا، هذه سنة في أول الوضوء، ثم بعد ذلك تتمضمضين، تأخذين ماء للوضوء بكف واحد، تجعلين نصف للفم ونصف للأنف بهذه الطريقة، نصف للفم ونصف للأنف 3 مرات، وتغسلين وجهك بارك الله فيك 3 مرات، من منابت من منحدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين من الأذن للأذن عرضا، وتعممين يعني الماء حتى مجاري الدمع وأسفل الشفة السفلى، هذه كلها تتعاهدينها بالغسل. ثم بعد ذلك تغسلين اليدين من وين؟ من أطراف الأصابع. بعض المتوضئين الآن يغسل من هنا، هذا غلط، يقولون غسلنا في الأول. الغسل في الأول مستحب، يعني لو ما غسلت في أول وضوء، الوضوء صحيح، يجب أن تغسل اليدين من هنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين بهذه الطريقة وترجع. وثم اليسرى نفس الشيء، تأخذين ماء وتبلين يدك بالماء وتنفضينه، ثم تبدأين بهذه الطريقة إلى آخر الرأس ثم ترجعين. طبعا مسح الرقبة بدعة، ما تمسح الرقبة، بعض الناس يمسح الرقبة هكذا، هذه بدعة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بهذا الطريق. أو مثلا ترجعين من وراء بهذه الطريقة وتعودين، أو تقولين هكذا، خاصة الحريم اللي يسرحون رؤوسهم بالطريقة هذه، تعممين الرأس ثم تغسلين القدمين بارك الله فيك. والسنة طبعا لابد من إدخال الكعبين في الغسل، وتخليل الأصابع اليدين بهذه الطريقة، وأصابع القدمين بالخنصر، هذا خنصر اليد اليسرى، تخلين أصابع القدمين خاصة الأقدام الخشنة، يتأكد تخليل الأصابع. هذا صفة الوضوء بإجمال. طبعا أول الوضوء إيش تقولين؟ تقولين بسم الله فقط، ما تقول إن نويت أن أتوضأ، هذه بدعة، لا، تقول بسم الله فقط، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حديث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا عند مسلم، هذه الزيادة عند الترمذي، وهي محل يعني كلام طويل عند أهل العلم جهة التصحيح والتضعيف، لأن الرسول قال في آخرها من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا بالنسبة للوضوء. بالنسبة للصلاة، إذا جئت إلى محل الصلاة تأتين وتنوين بقلبك أن هذه صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، هذه العشاء، هذه الفجر، بقلبك، ما يجوز تتلفظين مثل ما يصنع بعض العامة من الجهال، إذا جاء يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا مؤتما بهذا الإمام أو فرضا مستقبل القبلة، هذه بدع، هذه مخالفات. النية سهلها الله ويسرها، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، ما يتكلم الإنسان، ما ينطق بالنية، من أعمال القلوب، وهذا فيه إساءة أدب مع الله، لما يجي الشخص يعرف الله عز وجل بالذي يريد، سبحان الله، كأن الله ما يعلم الغيوب وما يطلع على القلوب، لا. ولذلك لما تأتين تقفين الصلاة تقولين تنوين بقلبك هذه صلاة الظهر، ثم يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، تقول هكذا الله أكبر، ولو رفعت يدك فوق بعد شوي ما في بأس، ولو رفعت هكذا ما في بأس، أو هكذا عند المنكبين، كل هذا مشروع ولله الحمد. ثم تقولين سبحانك الله، طبعا تضعين يدك اليمنى على اليسرى هكذا، أو تضعينها هكذا، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هكذا، ما ترفعين فوق ولا يعني هكذا، هذه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا تقولين دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا، هذا سنة. ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقولين آمين، يعني اللهم استجب. بعد ذلك تقرأين سورة قصيرة مثلا، ثم إذا جيت تركعين تقولين الله أكبر، تركعين. في الركوع تقول سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، وإذا حبيت تزيدين تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ترفعين إيديك بهذا الطريق، سمع الله لمن حمده، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. ثم تسجدين، إما تضعين إيديك أو ركبتيك، كل هذا جائز.
في السجود تقولين سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب، ثم تتخيرين من الدعاء ما شئتي، اللهم اغفر ذنوبي كلها، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقولين الله أكبر من السجدة الأولى تجلسين، بعض المصلين هدانا الله وإياهم يسجد مباشرة ما يجلس بين السجدتين، هذا صلاته باطلة في أصح أقوال أهل العلم، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. بعد السجدة الأولى تجلسين تقولين بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا حبيت تزيدين رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني، هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تسجدين السجدة الثانية على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة الكفين طبعا الجبهة والأنف واحد، الكفين والركبتين وبواطن أصابع القدمين، بهذه الطريقة هذا باختصار.